صباح الانوار الناس اللي التحقت بينا موصل معكم بالاخبار نقرا في لي كومونتير السلام على اصدقائنا على اليوتيوب ما نحبش نعطي تفاصيل لان قد تجيب افكار دي جون يسمعوا فينا ولكن طرق اخرى نتاع دي جون اليوم في الكوليج وغيره كذا شنو يعملوا باش يشيخوا كل احنا بين بفريس سامحوني في العباره على الصباح ردوا بالكم دونك هذيك هي الكلمه اللي نعاودوها واحكيوا مع صغاركم نحكيوا على داء الكلب والحمله عندها مده انطلقت في تونس نحكيوا على معهد باستور اللي سجل أكثر من 1200 عينة يشتبه في حملها للكلب الحملة متواصلة منذ مدة الحديث برشا في وسائل الإعلام رئيس قسم التلقيح بمعهد باستور يأكد أنه يتم اللجوء للسلطة الأمنية في حال الامتناع عن استكمال تلقيح داء الكلب نسمع شو قال لازم كل واحد يبدأ البروتوكول متاعه لازم يكملوا للأخر على خاطر كي ما يكملوش راهو يعرض روحه اللي هو يجم يصاب بداء الكلب لاحظوا اللي فما التزام اما مازال ثم العباد اللي هما ما يلتزموش ساعات لازمنا نكلموهم باش يجيو يكملوا التلقيح نتاعهم في حال عدم الالتزام في حال عدم الالتزام خلف توعيه المواطن وثم عباد ساعات ما يقبلوش راهم باش يجيو وقتها نجمو نعيطوا لهم حتى عن طريق السلطات الامنيه عدم الالتزام ما كملش البروتوكول كان الحيوان اللي عضوا بعد كان القاوه اللي هو مصاب بداء الكلب ينجم هو بيدو يصاب بداء الكلب هذه الحالة صارت داير ثم شكون ما كملش في الصيف ما كملش التلقيح الثاني ومات بسبب داء الكلب نحكيه على حملة كما قلت مريم حندوس في تصريحها على هامش اليوم العلمي حول مكافحة داء الكلب تحكي على وتقول أنه معظم العينات الواردة على المخبر ردوا بنا هي لقطات زادة ثم تأتي الأبقار والخيول والأغنام والماعز تأكد أنه الفيروس ينتشر أكثر لدى الكلاب لكونها الجهة الخازنة له والتقليص منه في كامل البلاد يتطلب رقم هذا هي اعطاته تلقيح 70% منها كل سنة لمدة 5 سنوات على الأقل حسب تقديرها وهذا صعيب شوي ما هوش سهل معناه ما هيش حاجة سهلة حاتم نحب نبدأ بتصريح عميد البياترة سيد أحمد رجب اللي يحكي على مشكل أمن قومي ويحكي اللي اليوم الوضع كارثي في البلاد ووضع غير مسبوق نعطي شوية أرقام في 2020 برزيكوما عندنا حالة فقط 21 5 حالات كيف 22 6 حالات 23 وتوى 9 حالات في 8 شهور دونك اليوم علاش هذا كل الكلاب سايبة نرجعوا حالة البلديات في حكينا البارح على البنايات الآلة السقوط إذا خلنا نحكيوا شوية كيف تصير العدوى العدوى تصير من الماميفير ما كانش مش من الكلاب برك راهو من القطاطس من العلالش من الأبقار وكل شيء دونك الردوا بينا ان الرابع ساعات صغيرات يبوسوا الاقتاد وكل شيء يفو بالفير خاطر العدوى تصير بالعضه من الخدش كي نخبشوا وكيما بالساليف ولا ردوا بينا ومش قادره في حمله الحاجه الثانيه هو انه الحيوان البريود ديكوباسيون شو معناتها معناتها الحيوان يدا مريض وبوندون 15 جور كيما في الكورونا باش كنذكروا مراو شيء يا با دو سيني لا يرون شيء الحيوان دونك بوندون 15 جور ينجم يعدي وهو ما عنده حتى سيني دونك ردوا بينا ثم فما بيان مشترك خرج بين الصحة والفلاحة والداخلية هو أنه يلزم كي واحد يحوس بالحيوان يلزم الكمامة الراف برشا حيوانات أليفة يحوسوا في الشارع بلاش كمامة بلاش ليز زادة بلاش ليز ويلزم زادة كارنيت فاكسيناسيون أن حب الراف بوليسية ونشكل على عون الأمن يمشيوا للكيراو حيوان يطلب من مولاه أعطيني كارنيت فاكسيناسيون سي سيريو مش قاعدين حملة في الشارع لو أنا اظن انه بالحق مشكله امن قومي علاش لانه راو ما فيهوش دواء هو سان بروبليم فيرال ما فيهوش دواء معناتها ما فيهوش دواء كي بدا واحد باش ملقح نسبه الوفاه 100% ربي يلطف بينا ربي يعفو بينا الناس الكل سامي منيف المدير العام لمعهد باستور تأكد أن تونس في النصف الأول من السنة الحالية سجلت وفيات بداء الكلب وتم رصد لغاية اليوم 350 حالة إصابة لدى الحيوانات وتقول هي المديرة أنه هذا الرقم مفزع جدا مقارنة بالسنوات الأخيرة دونك ردوا بينا كيف ردوا بينا من أولادنا في الشارع اللي تبص تلعب مع قطوسة ساعات وننصح في روحي أنا زادة اللي تبص هكا وتلقى كلب صغير متاع واحد
واحد كيف كيف تمشي تلعب معه ما تعرفش شنو يكون عنده الكلب هذيك ولا القطوسة هذيك وأي جرحة أي حاجة من قطوس ربع جرام شك امشي ولقح باش امشي وزرق بلوتو باش تتمنع روحك وين هو هذيك علاش رفيقك اللي كنت تحكي فيه خاصة الكلاب اللي سايبة في الشارع أنا في وقت من الأوقات نشوف في برشا بلايص إنه فما كلاب كي تبدأ ملقها يبدأوا عاملين لهم حاجة في وذنهم اللي يعرف باش الناس على الأقل أقل ريسك من 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 كلاب الآخرين ما لرزمه هذي ما نشوفوش برشا معناتها برشا كلاب مش موجودة فيها هذيك العلامة اللي هي تخلي معناتها تأكد اللي الكلب هذاك ملقح ونخافوا كي من حاجات هذوما هم بالحق أنا نذكر روحي كل نهار كيفاش عضني كلب بالحق راهو بعد ساعات تبدا تكون ماشي لابس عليك أنا واحد من الناس ماشي لابس عليا كرهبتي عادي نلقى روحي تعضيت من غير ما نعمل راهو من غير ما مشيت زرقت بيان سور عملت الزريقة الأولى والثانية والثالثة معناتها فما برشا ناس قالوا لي راهو في باستور مالوريزمون فما ناس يعمل التلقيح الاول وبعد ما يمشيش وما يعملش الرابيل كيما تعملش الرابيل الاول تاع الثاني والثالث اونديري ما عملتش راك اونديري ما عملتش هذاك علاش خاطرك نجموا نستعينوا بالامن ساعات باش نجبروا المواطن انه يرجع يعمل الرابيل نتاعو هي حاله نتاع توعيه زي ما تصير ثم حملات في 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 التلفز وفي الاذاعات وكذا ولكنها غير كافيه ويلزم حل يتحط على الطاوله نتاع الكلاب بس سائبه يلزم نلقاو له حل معناها الحركه اليوم ولات سلامه المواطن الامراض الاعتداءات على المواطنين قداش من ثم مواطن مات مواطن زاد كل عام ولا عامين وكيف كيف اعتدي عليها كلب كسوا كلاب سايبه ولا كلاب بمليه كما قال حاتم بلاش لاس وبلاش الواحد نتاعو هذيك مشكله اخرى والكلاب السايبه اللي تعدي بدا الكلب ويزيد شبيك حتى الكلاب ما خليتناش كلمه الكلاب وكذلك الكاميرا شافتك شنو بياسر قلت لك تفضل تفضل خويا خرافي معناتها على وميمه تو اللي تعمل فيه وميمه لازمها تحافظ على روحها والله اللي سمعته هذا شيء مخطر وهي كل نهار توكل وتدحنس وكل من قطوس القطوس تمشيش تقلبنا بلاتو كامل انا بالعكس حملت حاجه بيا شفت ثلاثه كليب في الشارع جبت لهم شكون يزرق لهم كونتر لاغاج وموا وقلت خلنا نمنحهم اما صحيح اللي قالوا نصر كي قلت لهم ما عندكمش حاجه معناها تتحط في الكلب خاطر انا ما نمسهمش الكليب مثلا من بعيده ما كي جبت باش موا يمنعوا ما فما حتى حاجه تتحط في الكلب توري لي هو مثلا ملقح انا اللي تعاملت معاه ما عطونيش اللي يحطوا في الوذن هذاك باش يعرف ملقح ما نعرفش البلدان الاخرى كيفاش قضاوا على ظاهره الكلاب السائبه هذه لانه فما بلدان كانت فيها كلاب سائبه بعدد مهوله ثم قضاوا على الظاهره هذه هذه ولات بروبليماتيك اليوم في تونس لازمنا نلقاو حل الامن نتاع المواطن مش يحوس لاباس مش يحوس متفرغ وحكايه الكلاب هذه لانه يعني تجملت تعمل لنا مشكله كبيره معناها بليميت تعدي من عبد العبد تقول لي على مشكله الكلاب في رفيق على الحل هذا خلينا هذا حقيقه وتاريخ في الخمسينات الدول الاوروبيه كانوا حاشاك استادوا الكلاب بالشبكه الخطفه ولا شو اسمه وكانت فما كاميونه تتنقل وكل ويقتلوهم الموت البطيء يزرقوا الرحيم ولا بطيء ولا اللي هو فهمني دونك يزرقوا اللي نحن ضده انا احكي لك ايش عملوا باش قضاو لانه جات فتره تحكي تاريخ نحكي تاريخ هذا يا اخي برا ادخلوا جوجل اكتب تاريخ اوروبا وتقرا تاريخ اوروبا تاريخ اوروبا بين قوسين الكلاب دونك بالحق والله نحكي في حكايه صحيحه قضاو عليها ليه هم قضاوا على الخطفه قبل ما خاطر كانوا برشا افكار دور في الاوروبا وفما يتخطفوا في الفم تختف بالحق من لي بروبليماتيك اللي هذا القوا لها حل يا خويا حل موجع يا رفيق للعبيد الكل سواء للناس اللي تدافع على الحيوانات وهذا نتفهموه لكن يلزم زاد الناس التوانسه رانا عدد الكلاب السايبه في تونس عدد غير عادي رانا ما نزيدوا حتى شيء على بومبي وعلى كالكوتا فما بلايص الحاجه الثالثه معليش نقول الحل موجع خاطرها الطبيعه بصفه عامه هي تعمل ريغولاسيون لوتو ريغولاسيون ما فماش في الطبيعه حيوانات العدد نتاعهم يتكاثر بصفه كبيره اكثر من حيوانات اخرى هذي فما تعديل الطبيعه نحن قاعدين نمنعوا من تعديل الطبيعه اون بيرمي با تعديل الطبيعي للحيوانات باش ما يكون عندك عدد محدد من الكلاب عدد محدد من القطط نحن شو الحل هذا شو لازمك تعمل الحل موجع فما يلزم نسبه كبيره ريت 350 سي اكسبونونسييل قد 350 هذوك مش يعديوا بالالف فما عدد من الكلاب السايبه يلزم كما قال زياد الموت الرحيم لا لا لا, لا 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 انا جو سوي كون حتى انا كون ما ينجمش يكون الحل انه نقتلوا كلاب اللي فما اللي مرضى لحظه عاد ما ينجمش يكون الحل انا نقتلوا كلاب بالنسبه ليا كدوله نجموا نلقاو حلول سا بو كوتي دو لارجون تنجم تكلف فلوس تنجم تكلف
في امكانيات ولكن نلقى حل باش نقضيو على الظاهره هذه. ما عادش عندي وقت مصرف الزيتونه غدوه خير ونحكيو على بطلة تونسية وعلى تونسية مشرفتنا هي الدكتورة اسمها درة لقبها العويني. تفاصيل الحكاية تتسويتها. وقت اللي تحب تنجح تصنع العجب، تمن بحلمتك وتكمل فيها، على خاطر اللي وصلوا هما ناس تعديوا الصعوبات وكانوا قد التحديات، وصلوا نجحوا وولوا قدوة. انت زادة تنجم تكون كيفهم غدوة. أعطي لحلمتك القيمة وابدأ من اليوم، وتفكر إلي العزيمة كان هي اللي تدوم. ابدأ كبير، تعلم من تجربة.